حياكم الله والجزء الأخير من هذه الساعة المباشرة سيادة اللواء. أنا دائما أستحضر كلمة السيد رئيس الوزراء بعيد الجيش من قال أنه يعني انتفت الحاجة إلى السيطرات الثابتة ونرجو التحول إلى السيطرات المتحركة. بعدها لقينا أنه السيطرات الثابتة موجودة وأضيفت السيطرات المتحركة. أخذ منك توضيح لهذا الموضوع بعد أن أخذ أبو أحمد من بغداد. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تفضل. عيد مبارك ان شاء الله، عيد نبينا الرسول صلى الله عليه واله وسلم. شكرا، حياك الله. رحم الله والديك، واحب اسلم على سياسه اللواء اللي قاعد يمك. يسمعك. شكرا جزيلا. عندي بس موضوع السيطرات. نعم. يعني هاني من اهل السيديه. يعني وهن عندنا مدخلين، فتجي تلقى الجندي مثلا او العسكري مع احترامنا الشديد له وتعبه والله يساعده. بس وهالايام يعني خاصه جانا صيف يعني حار جدا، فتلقى السيطره واقفه يعني لحد فوق السريع يوصل. زين، فيعني احنا نناشد سياده اللواء انه يشوفونهم فد بارك على اليمين احسن ما لا تستغل بشكل شخصي، او شو يعني اكو فد حل، يعني لازم اكو حل. واني اقترح على سياده اللواء انه ممكن حتى سيطرة على الداخلية أو الدفاع أو الجنود أو غيره بكاميرات، يعني حتى ما نقدر، حتى ما تظل أني جندي اعتدى علي وهذا الشيء ينعكس على الحكومة وعلى أداء الحكومة وعلى وزارة الدفاع والداخلية. واضح. صحيح أو مو صحيح؟ واضح. كاميرات أراقب إنه هذا الجندي أساء، مع احتراماتي، أساء للمواطن أو المواطن أساء للجندي يعني رأساً. نعم، بس أبو أحمد أنا يعني بس خلي أتداخل وياك بهذا الموضوع. ترى أكو بقرب كل سيطرة أكو أرقام هاتف بالإمكان الاتصال بها والشكوى على أي سوء تعامل يكون بهاي السيطرة. والله صراحة، بس إحنا مع الأسف يعني إحنا العراقيين يعني شو ما تقول أخذناها من زمن النظام. ما هو أبو أحمد، إحنا لازم إحنا اليوم خلي أسئلة لأبو أحمد بوضع يعني أكو دستور وأكو مؤسسة وأكو مواطنة. هو هذا دور المواطن. قبل قليل سيادة اللواء يتحدث عن مساعدة المواطن للقوات الأمنية. أنا أستاذ نصير، يعني أبو أحمد بس إذا تسمح لي، يعني أنا أريد أسألك عن منطقة السيدية، شلون كان الوضع بالسيدية بمحلاتها 821 و23 و25 و27 و29؟ شلون كان الوضع بالسيدية قبل انطلاق خطة فرض القانون وبعد ما أمر دولة رئيس الوزراء بأن تكون منطقة السيدية انطلاقة للمناطق الأخرى فيما يخص الأمن وتخصيص مداخل ومخارج نظامية لهذه السيدية؟ قلت عمليات الاغتيال، الاستهداف الطائفي، التهجير، عودة الحياة إلى الأسواق وإلى المحلات، والآن السيدية أنا أعتبرها شخصيا ورأيي هو من رأي قيادة عمليات بغداد نعتبرها منطقة نموذجية بالإجراءات الأمنية. مع هذا أنا أحترم رأي جنابك، وإحنا نتمنى بأن نوصل إلى مرحلة الكاميرات، هذا الطموح. كيف كنا وكيف أصبحنا الآن؟ الأمن هو بالدرجات إن شاء الله، واحنا هذا الراي ايضا محترم، واحنا نتفاعل مع كل المقترحات اللي تفضلت وأنا بيها. اشكرك جدا لمشاركتك ابو احمد، بس هم ارجع واذكرك انه دور المواطن خنخليه يتفاعل بشكل افضل. شكرا جزيلا لك لمشاركتك. سيطرات ثابته موجوده واضيفت سيطرات متحركه، وصار زخم سيطرات كثير بالشارع سياده اللواء. المرحله تحتاج هذا الموضوع؟ لا، مو انا ذكرت بانه اهم شيء عندنا هو الامن. نعم. ودولة رئيس الوزراء هو القائد العام بالتأكيد للقوات المسلحة بالتأكيد، وهو قائد خطة فرض القانون. والآن يعني الوضع اختلف، ربما منطقة معينة تحتاج إلى إجراءات أمنية، وربما منطقة أخرى تحتاج إلى تخفيف من الإجراءات الأمنية. مراجعة، هذه المراجعة هي مفيدة لعمل كل القوات الأمنية حتى نصحح، نراجع، نقيم، نطور، نحدث. كل هذه الإجراءات هي تخضع للمراجعة ولإعادة النظر بالخطط الأمنية. الوضع الأمني الآن في العراق لعام 2011 اختلف عما كان عليه في عام 2006، مع حتى في بدايات خطة فرض القانون واللي كان يعني يشرف عليها دولة رئيس الوزراء ولا زال يشرف على خطة فرض القانون، اختلف بشكل واضح.
معدلات الجريمة المنظمة انخفضت، معدلات الاستهداف انخفضت، القتل الطائفي انتهى والحمد لله، عمليات التهجير انتهى، رجع الليل بالعراق سيادة ورجع الوقت. والآن رجع مطالب الليل أمام قيادة عمليات بغداد ومكتب القائد العام للقوات المسلحة حول رفع شامل لحظر التجوال. لكن أنا أقول للمواطنين لإخواني لأبنائي لأعزائي بأنه همنا الأساسي هو أمن المواطن أينما كان. أنت إذا تحكي عليه بقضية يعني أرقام وحسابات وغيرها نحكي لك صوت الشارع، صوت الشارع نعم أكيد وهذا يحترم بكل تأكيد يحترم اللوقت. نعم يحترم. يعني ما أدري ليش تدري الشارع هم يقارن بعض الأمور أنه أكو تبليط اليوم وأكو شيل صبات وأكو تكثيف أمني لسيطرات متحركة بالشارع، يقولون هذا كله على مود القمة العربية. لا لا، هو للقمة أكو لجنة أمنية عليا شكلت بأمر دولة رئيس الوزراء هذه تعمل منذ 3 أشهر. خلنا ناخذ منك هاي التفاصيل بعد أن ناخذ احمد حسن من بغداد. تفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، تفضل سياده اللواء. يسمعك سياده اللواء، تفضل. استاذي بالنسبه لنا احنا الناقلين مال المواد الغذائيه، نعم، فاحنا ما بنعبر لنا السيطرات، فممكن مثلا نجيب مستمسكات ونطلع كتاب رسمي بيا الساعه يسمحوا لكم بالدخول؟ والله بالنسبه لهاي سيطره الشعلة ما بيعبروا لنا ابد، حتى الصبح ما يعبروا لنا، وعندنا اوراق مال المواد الغذائيه. لا، بالنسبة للشاحنات الكبيرة الخاصة بالمواد الغذائية أكو موظفي وضباط ارتباط بين قيادة عمليات بغداد وبين وزارة التجارة، هاي واحد. اثنين، بالنسبة للشاحنات الكبيرة في كل دول العالم ما مسموح لهذه الشاحنات بالدخول إلى داخل العاصمة قبل الساعة 4 عصرا مساء حتى ينتهي الدوام، تبرر الشوارع ونسمح لهذه الشاحنات بعد إجراء عمليات التفتيش، لأن الإرهاب استهدف كل شيء، الشاحنات، كيات نقل الركاب، العجلات الصغيرة، الدراجات أيضا النارية، الدراجات الهوائية، العربات اللي تجرها الخيول، العربات الدفع، كل شيء استخدم من قبل المجاميع الإرهابية لاستهداف أبناء الشعب العراقي. احنا حريصين كل الحرص على سلامتكم، على سلامة شعبنا، على سلامة مواطنينا. هذه كلها إذا تسمح لي أستاذ أحمد وأخ أحمد، هذه إجراءات أمنية مؤقتة، ترفع كل هذه الإجراءات بعد استقرار الأمن إن شاء الله في بغداد وفي المناطق الأخرى بشكل كامل، ونتأكد بصورة كاملة بأن لا عودة للمجامع الإرهابية إن شاء الله، بعد ذلك يكون لكل حادث. شكرا لك سيادة اللواء، أعتقد انقطاع الاتصال ويا أحمد. كمل لي على القمة، بقت عندنا دقيقتين، أريد دقيقة على القمة العربية ودقيقة على المظاهرات اللي جاي تطلع، ومظاهرات قريبة راح تطلع في بغداد. احنا نحتاج أكثر من هذا الوقت، بس يعني هذا دارك. لكن يعني موضوع القمة، لجنة أمنية، واللجنة عقدت عدة اجتماعات ومضى أكثر من 3 أشهر ونصف على تشكيل هذه اللجنة، وهناك خطة أمنية متكاملة إضافة إلى الجهد الخدمي لنظهر بغداد. تحضيرات كاملة؟ تحضيرات إن شاء الله على قدم وساق، ولذلك هناك الآن جهد خدمي، قطع جسر الجمهورية وربما جسور أخرى لإعادة التأهيل، جسور أيضا شوارع، الطرق، كهرباء، تأثيث، صبغ بنايات. بس خليني باختصاصك، إحنا جاهزين أمنيا ل 29/3 القمة العربية في بغداد؟ أنا ذكرت بأنه لجنة أمنية، وأنا متحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للقمة العربية، ونؤكد بأن هناك خطة أمنية محكمة. ممتاز. إن شاء الله الإجراءات ترتقي إلى نسب متقدمة. طبعا إحنا راح من الأمن راح نكون ونحكي هواي بالخطة الأمنية للقمة العربية. المظاهرات اللي جاي تطلع شلون جاي؟ المظاهرات السلمية من حق المواطنين، التظاهر السلمي بموجب الدستور، واجب القوات الأمنية أن تقوم بتأمين الحماية للتظاهرات، وأيضا تهيئة الطرق، وتأمين الحماية للمتظاهرين. وأنا اليوم حذرت الأخوة المتظاهرين، مسموح لهم التظاهر بطريقة سلمية، لكن نحذر من اندساس بعض الإصابات الإجرامية والعناصر الإرهابية، أما باستهداف المتظاهرين أو من خلال استغلال مشاعر المواطنين للتعبير عن المعاناة الخدمية والأمور الأخرى، باستهداف المؤسسات الحكومية بإثارة الشغب أو ما شابه ذلك. لكن الذي أشر لدينا في بغداد وهذه للأمانة أمام أبناء الشعب وأمام الرأي العام بأننا لاحظنا هناك انضباط عالي وحس وطني وأسلوب حضاري لدى جميع المتظاهرين للتعبير عن ما يعانون.
وهذا الشيء الذي نؤكد عليه حيادية المؤسسة الأمنية بشكل كامل وهذا اللي يسعدنا وحماية المتظاهرين أينما كان. هذا الحب والارتباط بين المؤسسة الأمنية والشارع العراقي واليوم حتى في ساحة التحرير أضيف عيد ثالث هو عيد الحب حب العراق وحب الشعب العراقي وحب الزوجة والأخ والابن والأخت والأم أيضا واليوم كانت تظاهرات سلمية رائعة أيضا بعيد الحب وأعتقد بأن هذه التظاهرة أيضا تم تأمين الأجواء من قبل القوات الأمنية وشعارنا هو حماية المواطنين ونحن من الشعب وإلى الشعب وفي خدمة أنتم تعملون بخطة فرض القانون وهؤلاء المتظاهرين يعملون بخطة فرض الحب سيادة اللواء قاسم عطا ناطق باسم خطة فرض القانون شكرا جزيلا لك ولهذا الوقت وهذه الإيضاحات وشكر جزيل لكل من شارك معنا في هذه التغطية وهذه الساعة المباشرة الشكر موصول لكم مشاهدينا الأفاضل في مالا